فوق الشجرة. تركني احسن ما تقعد لي. ليش ما تصيب الطريق؟ تليفوني الجديد ضاع مني بالسوق. سهلة ولا يهمك محلولة. كيف؟ عندي رفيق هكر غير شكل. كيف يعني همر؟ استنى شوي ابي. الو يا احمد، تليفون ابي ضاع بالسوق. يلا هلا بسألوه. كرتون التليفون عندك شيء ابي؟ ايه عندي عندي. هكبة لاني ما رح تلزمك لان تليفونك طال. نعمة شو هالجيل؟ سلام يا سلام على الطالب الاصيل. ابي شو بدك؟ ابي فوق الطنجرة. ابني جوا الطنجرة. ابي واحد زائد واحد اثنين. ليش؟ صح. امي اعطيه ظرف لعبة فيه 50,000. لا بدي عم تمسخر. لا والله ابي ما بتمسخر، بالعكس. كيف يعني بالعكس؟ انا اليوم اشتغلت شادي حلوة. كيف يعني؟ يعني اليوم نزلنا على الشارع انا ورفيق بكري ووزعنا مصاري على الناس، كل ظرف فيه 50,000. وانت منين جبت المصاري؟ مثل ما بتعرف انا مفلس دايما. ايه صح بعرفك جربان. بس شفت بالخزانة 2,000,000 ليرة، اخذتهم وحطيتهم بظروف ووزعتهم للناس. وزعت مصاراتي على الناس؟ ايه ابي. لك لعن. لعمة جادة حلوة. ابي هالمرة انت اسبقك. ابني فوق الشجرة. ايه ما كنت بدي اقوله. بقى شو بدك تقول؟ جبت لك جهاز كشف الكذب. كيف يعني؟ لما يحط ايدنا عليه اللي بيكذب بيطلع صوت. حلو، انا بدي اجربه قبلك. انا كتير بحب امك. انا كتير كريم. ابي قول شي واحد صدق. لك انا بقول الصدق. ليش انت يعني بتشك بذكائي؟ لا ما بشك ابي. يلا هلا دورك، جربوا انت. انا كتير بحب ابي. ابي بما انه رحنا بجوحنية اعطيني 100 ليرة. ما في منعي. ابي انت مو ابي. لكن انا نعمة شو هالشي. انا صياد ماهر. أنا أصطاد. أنا صياد ماهر. أنا الله ونعم الوكيل. ابني. شو أبي؟ ابني بهيم ومكتر. ولك شو عم تعمل أنت؟ عم أصطاد سمك. ليش بيتنا البحر المتوسط ولا البحر الميت؟ أنا قتلته. لمين؟ للبحر الميت أبي. تروك من ايدك ويلا عدروسك. يلا ابي اتركني استرزق، بدي اصطاد سمك واروح ابيعه. ولك انت دبشي. ابي انت ما بتعطيني مصاري وما بتخليني اشتغل كمان. ولك هذا شغل يا غبي. ايه شغل؟ عم اصطاد. بدي اعد لك 3 وبدك تختفي من قدامي. 1 2. نعمة اختفى. شو هالجيل؟ شو الوضع؟ يعني الأولاد بيفرحوا بالعيد بس الأهل بينشقوا شق بالعيد. والله أحلام بالعيد وما مرحب بالعيد. أبي شو بدك؟ أبي فوق شجرة العيد. هات ابن الأخي. شو بدك؟ أبي خلص العيد وما عطيتني عيدية. ليش أنت صغير حتى أعطيك عيدية؟ كل عمري 8 سنين، يعني صرت كبير. إيه كبير؟ أنا لما كنت قدك كان عمري 14 سنة. 14 سنة. كيف يعني قد ابي؟ لك شو كيف؟ لك كان جيلنا واعي وعقله كبير، مو مثلكم انتو. شو هالسحبه يا ابو طارق؟ لا دب انا بسحب. هلا من الاخير بدك تعطيني عيدية ولا لا؟ لا ما بعطيك. ابي انت مو ابي.
بكينا عن لحمة. شو هالطير؟ يا سلام، هذا أحلى مسلسل بالعالم. بس بايخ. شوني بايخ وحلك. أبي. نعم. أبي فوق الشجرة كالعادة. ومصاري ما في كالعادة. لا أبي بالعكس، أنا بدي أعطيك مصاري. أنت بدك تعطيني إلي مصاري؟ إيه أبي، أنا شفت فيلم عن بر الأب وكتير تأثرت. منيح كتير، هات مصاري وينه؟ خد أبي. هاي ألف ليرة. يا سلام. تعرف لأنك طلعت ابن بار بأبوك رح أعطيك منهم 400 ليرة. تشتري فيها شو ما بدك أنت. الله يرزقك يا كريم. ما سألته أنا منين جاب المصاري هدول؟ أنت أمتى لحقت تصمت كل هالمصاري؟ لا أبي، هدول مصاري أعطاني إياهم جارنا أبو أحمد. وليش عطاك المصاري؟ قال لي هدول قصة الجمعية أعطيهم لأبوك. قصة الجمعية؟ يلعن! لعنة! شو هتجيب؟ صاروا المصاري! لا لا يلا قولوا وراي مرحبا. قولوا مرحبا. يخرب دياره غشني ما بيحكوا. أبي. نعم أبي، فضحنا على الفيس. أنا فضحتكم على الفيس؟ أنت أبي. وكيف يعني؟ اشرح لي. كيف بتنشر صورة أمي على الفيس؟ أنا نشرت صورة أمك على الفيس؟ إيه أنت؟ لا يا غبي، أنا نشرت صورة أمك على الفيس بحسابي، بحسابي أنا، مو بحساب الناس حتى يشوفوها. كل الناس شافوها. وكيف فاتوا حسابي؟ شو كيف أبي؟ كل الناس بيقدروا يفوتوا. ليش أنا فاتح حسابي سبيل؟ مين بده يدخل يشوف يشوف؟ والله هيك الفيس أبي. إذا هيك القصة، لازم أحكي مع مارك، خلي يحل لي الموضوع. لالو؟ والله عظيم. لعمة، شو هالإبهات الفضيحة؟ لما أبوك يصيب الزهايمر. يا بي شو بدك ولاد؟ يا بي فوق الشجرة. مين أنت؟ لك أنا ابنك العقيد، شو مين أنت؟ إيه صح، ذكرتك ابني العقيد، ذكرتك. يا بي أعطيني مصاري أجيب طبخة اليوم. إيه ليش لا؟ خود جيب طبخة اليوم. يسلموا يا بي. يا بي اعطيني مصاري اجيب طبخة اليوم. ليش امك ما طبخت اليوم؟ لا ما طبخت. ماشي خود. يسلموا يا بي. يا بي اعطيني مصاري اجيب طبخة اليوم. ولا كذب، ما اعطيتك 2000 ليرة من شوي؟ لا يا بي، الله وكيلك ما اعطتني غير 400، 200 ب 200. هاتون لاشوف، هاتون. لعمة، ما الأساس ما هو زهايمر؟ قال زهايمر قال.